like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايين نعرض لكم الوان المسدس الايكول جاكال. تمام، هو بينزل بيه لونين، هو متوفر منه حاليا يعني اللونين دول. اللون الاسود خالص بيبقى بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كده، تمام، واللون الشامبين في اسود بيبقى بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كده، تمام. طيب خلونا نتكلم كده في معلومات سريعة عن المسدس. المسدس ده خزنته 16 طلقة. حلو، المسدس ده بيضرب فردي واوتوماتيك. خلوني اوريكم كده. كده لما يبقى المكان ده نازل كده لتحت خالص كده هو اوتوماتيك، لما يترفع خالص كده كده هو على السيف مود، لما ينزل درجة واحدة كده كده هو بقى فردي. حلو، المسدس ده الشاكوش بتاعه ما فيهوش شريحة صلب، بس هو واحد من الشواكيش القوية جدا جدا جدا. تمام، الشواكيش اللي بتعيش معاك وتقعد فترة طويلة. بيت النار بتاعه واخد نانو، حلو، بحيث ان هو ما يحشرش طلق خالص. حتة من الحتت القوية جدا 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 واللي عليها طلب عالي، فاحنا حبينا نعرفكم الالوان اللي متوفر بيها المسدس. ولو احتجتوا اي حاجة تقدروا تكلمونا على الواتساب او على رسائل البيج، وشكرا ليكم. Like a Hellcat.